وعليكم السلام دكتور، سمينك سمين. تمام، أنا شايف في بعض ال بسأل في صوت ما في صوت. واضح واضح الصوت كويس؟ واضح دكتور، واضح. تمام، يعطيك العافية يا جماعة. عافيك الله. طيب اليوم احنا ان شاء الله راح نبدا بالجزء الثاني من كورس الاميونولوجي اللي راح يكون مينلي على الكلينيكال اميونولوجي المانيفيستيشن اوف ذا ريليشن او انتر ريليشن شيب بتوين ذا اميون سيستم اند ذا مايكروب هاو وي كان بروتكت اور سيلف فروم ذا انفكشس ديزيز. إذا رجعنا شوي لبعض المفاهيم اللي درستوها مع دكتورة مريم أو حتى بالمايكروبيولوجي بالإيمونولوجي في المايكروبيولوجي الـ interrelationship between the immune system and the microbe هي عبارة عن balance، هي عبارة عن battle بين الـ immune system and the mechanisms of pathogenesis of the pathogens. وهذا الميكرو بيستخدم أدوات to evade the immune system حتى يهرب من الجهاز المناعي. ودرسنا معظم أو كثير من الوسائل اللي بيستخدمها الميكروبس حتى يبتعد عن أو يختفي عن رادار الإميون سيستم. معظم الحالات the immune system can control the infectious disease. في كثير من الحالات بصير في control على the infectious diseases. وال infections can be eradicated completely. أحيانا بمساعدة the antimicrobials وأحيانا بدون. يعني في بعض الحالات كثير من the infections ما بتحتاج even drugs حتى ما بنستخدم الانتيميكروبيلز. المهمة كلها بتكون فقط من الاميون سيستم وأدوات الاميون سيستم المختلفة سواء كان الـ adaptive or acquired immunity. الأدوات اللي بنستخدمها احنا او نستخدمها الميكروبس في الديفنس ميكانيزم بيعتمد على الجينوم، بيعتمد على حجم الجينوم، على حجم المادة الوراثية اللي بتكون موجودة في الميكروب. فإذا نطلع مثلاً على الفيروسز، الفيروسز ما عندها القدرة الكاملة على من الجهاز المناعي زي مثلاً الRNA فقط عنده قدرة إنه يبتعد عن الجهاز المناعي by high rate mutation. الهاي ريت ميوتيشن هذه بتخليه يعني في زي مواجهة بينه وبين الاميون ميموري سيلز، بين الميموري سيلز الاميون ميموري سيلز اند مايكرو او الفيروس. فهذا الفيروس بضل يعمل ميوتيشن ويغير الطفرات الجينية تبعته بحيث بشكل جديد، وبالتالي الاميون سيلز او الميموري سيلز ما بتقدر تتعرف عليه فبصير الانفكشن. اما النوع الثاني من الفيروسز اللي هو الدي ان اي فيروس، الدي ان اي فيروس نسبيا هو بيحتوي على ماده وراثيه اكبر من الار ان اي فيروس وبكون عنده القدره على انه partially to evade the immune cell او الاميون سيستم. وهذه طبعاً بيستخدم وسائل متعددة أو وسيلتين رئيسيات اللي هو down regulating the major histocompatibility complex expression. بيصير في عند ضعف بال major histocompatibility complex production and even the innate response required for the control is by using cells.
هم الأدوات الاثنين اللي بيستخدمهم الدي ان اي فيروس بالهروب من الجهاز المناعي. البكتيريا الباثوجين على الجانب الآخر، البكتيريا زي ما بتعرفوا حجم أكبر، جينوم أكبر، قدرة أكبر على الهروب من الجهاز المناعي. والبكتيريا درسنا وسائل متعددة بقدرة البكتيريا على الهروب من الجهاز المناعي، منها وهذا أهمها طبعا اللي هي الكابسول برودكشن. كابسول can be used to evade by قلنا في عندنا شيء نسميه الايفيد، في شيء نسميه الايفيد هي الهروب، والافويد هو المواجهه. الايفيد الكبسول one of the mechanism used to evade the immune system by hiding from the opsonization, by hiding from the tracking system of the immune system. هذه وسائل حماية، السنسرز أو ريسبترز اللي موجودة على خلايا البكتيرية بتكون cover opsonization أو الوسائل المناعة الأخرى ما تقدر تتعرف على الخلية البكتيرية as a foreign body وبالتالي ما بتهاجمها. لكن ومعروف طبعا أنه الكابسولات البكتيرية هي عبارة عن most common pathogens، يعني كل البكتيريا الباثوجينيك بكتيريا في معظمها is encapsulated bacteria، وهذه سببها إنها بتهرب من الوسيلة الأخرى هروب من الجهاز المناعي تستخدمها البكتيريا اللي هي إنها تعيش inside the macrophage. عندها القدرة في بعض الخلايا البكتيرية تقدر تعيش داخل الماكروفاج أو داخل الفاجوسيتيك سيلز، وهذه عندها مواصفات زي المايكوبكتيريوم توبركولوسيس، البكتيريا اللي بتسل. وهذه البكتيريا فيها واكسي ماتيريال كان بروتكت دي مايكرو فروم دي دايجستشن ماشينري اوف دي فاجوسايت. هذه البكتيريا كمان فيها القدره على كاتاليز انزيم، وهذا الكاتاليز كان inhibit the effect of the respiratory burst. هذا الميكانيزم اللي ممكن يعمل يحطم الخلايا المهاجمة أو الميكروبس. الليستيريا مينينجايتس أو المينوسايتوجينيز، الليستيريا غيرها طبعا مش بس الليستيريا، الليستيريا وكمان بكتيريا can produce enzymes. هذه الانزيمز can make a bunch in the cell membrane، وهذه البكتيريا بعدين تخرج إلى السيتوبلازم وبتهرب من الجهاز المناعي، بتصير ما في مباشرة الخلايا المناعية وبين الـ هذه البكتيريا. هي وسائل كثير تستخدمها البكتيريا للهروب من الجهاز المناعي. إذا نطلع على العلاقة الميكروب والإميون سيستم، معظم البرايمري انفكشنز والباديكيتد والبي بين باي ذا إميون سيستم، وهذه يعني بيعتمد على اوف ذا إميون سيستم. اذا كان الإميون سيستم كومبيتنت عند الوسائل وهذا طبعا بيعتمد على امور كثيره، يعني عوامل متعدده منها الهيلث تصل للشخص للبني ادم للهيومن، النيوتريشنال ستيتس يعني هل الماده الغذائيه او كيف النمط الغذائي اللي بيمارسه البني ادم، في وسائل او عوامل كثيره بتخلي الاميون سيستم هيلثي او كومبيتنت. كل ما كان الاميون سيستم كومبيتنت كل ما كان عنده قدرة أكبر على eradication of the bacterial أو the pathogens. الوسيلة الثانية اللي بنجح فيها الهيومن بالحماية من الـ infectious diseases هو الميموري سيلز، يعني كل ما الإنسان تعرض لأي infection على طول الجهاز المناعي أو الخلايا المناعية تحديداً أنواع محددة منها اللي هي
الميموري سيلز هذه بتخزن شكل الباثوجين، واذا صار ليتر سبسيكوينت اكسبوجر في سكندري اكسبوجر من هذا الباثوجين، هذه الجهاز المناعي بيكون عارفه وبيبدا دايركتلي بانتاج الانتيبوديز او بشغل الوسائل الاخرى اللي هي مثلا السيلولار اميونيتي. ايش بفيدنا هذا الميموري سيلز؟ الميموري سيلز هو بيسرع من عمليه انتاج الانتيبوديز، يعني بدل في البرايمري اكسبوجر بيكون عمليه انتاج الانتيبوديز تاخذ بتكون تايم كونسيومينج، بده وقت، يعني ممكن يستمر او يحتاج الى فيو 10 days 14 days حتى يبدا الجهاز المناعي بانتاج الانتيبوديز. بينما في حاله الميموري سيلز اذا مخزن هذا الباثوجين within 2-3 days بيبدا انتاج سريع وقوي من الانتيبوديز، وهذا بيعمل كنترول على الباثوجين، بيسرع عمليه الايراديكيشن اوف ذا انفكشس ديزيز. واحنا بنعرف عاده انه البني ادم بيبدا يعمل بيلدينج اب للاميون سيستم بعد الولاده، يعني بعد مباشره بعد الولاده بيبدا البيبي يعتمد على الاميونيتي اللي ماخذها من مين؟ ماخذها من هيز مادر. وهذه الموجوده هي عباره عن نوع من انواع الباسيف اميونيتي، يعني بتنتقل بدون في دور للجهاز المناعي للبيبي. لكن هذه المناعه هي عباره عن مناعه مؤقته، يعني تمبوراري، راح تنتهي within 6 بعد 3 الى 6 months، وهذا it depends كمان عوامل كثير. من 3 الى 6 شهور تنتهي مناعه الطفل اللي ماخذها من امه، بالتالي هذا البيبي بعد 6 شهور بيبدا او اقل شوي كمان بيبدا يتعرض الى primary infections frequent primary infections. بتلاحظوا انه الاطفال الصغار كثير بتعرضوا للانفكشنز لانه جهازهم المناعي يكون very weak، هو فقط بيعتمد على الانتيبوديز اللي انتقلوا له من الام. هذول مناعة موجود مناعة لكنها is not enough، إذن هو بحاجة إلى حماية، بحاجة إنه دائما إحنا ليش بنضلوا الأطفال دايرين بالهم عليهم والله واسم الله كل الوسائل الحماية ممنوع، لا تقرب لا تصيب لا تعمل لا تشيل، لا، هذا لأنه الطفل بيكون very sensitive، ما عنده جهاز مناعي قوي اللي يقدر يدافع عن الباثوجينز against the pathogens. الذراع المهم واللي مفيد جدا لانواع الفاكس صارت تنعطى very early، يعني within 2 months بعد ولاده البيبي ب 2 months بيبدا برنامج الفاكسينز. الفاكسينيشن هو اهم مرحله من مراحل الديفنس اللي بتستخدم against infectious diseases، وهذا يعتبر زي ما حكيت سابقا الأكبر infectious disease هو vaccine antimicrobials. الفاكسين هم من breakthrough واللي أنقذوا البشرية من infectious diseases، vaccines and antimicrobials. طيب الإيمونيزيشن أو الفاكسينيشن هي عبارة عن giving أو complete or partial protection against the pathogens، لأنه هذه الفاكسينيشن أو الإيمونيزيشن بعضها بعطي حماية وأحيانا بتكون يعني long life، وبعضها بتكون حماية partially and for a short life، يعني
بيختلف الاكتيفيتي او الافكتيفيتي اوف ذا فاكسين من اورجانيزم لاورجانيزم. طيب الفاكسينيشن او الايمونايزيشن ممكن تصير من خلال نوع نسميه الباسيف اكتيف ايمونايزيشن، وهذول الاثنين يعني بي ايدر artificial or natural. رح ندخل نتعرف على التفاصيل كل واحد فيهم: passive natural, passive artificial, active natural and active artificial. ال passive immunity هي عبارة عن نقل ال antibodies أو immunoglobulins للمريض without practicing any face-to-face or direct contact with the ما في أي مواجهة. فقط إحنا بنعطي المريض ready-made immunoglobulins injection، وهذه بتقوي الجهاز المناعي. هذه الاميون أو الباسيف immunity هي وسيلة لدعم، هي عبارة عن supportive measures لا الإميون سيستم حتى يعني نساعده بمقاومة أو إنتاج الإميونوغلوبيلينز والأذر سيلولر إميونيتي حتى يقدر يواجه الإنفكشن. هذه الباسيف إميونيتي إلها فوائد وإلها يعني سايد إفكتس، إنها تعطي مفعول سريع. يعني أنت مجرد ما تعطي المريض الباسيف اميونيتي، الباسيف ايمونايزيشن، بيبدا المفعول مفعول الاميونوغلوبولينز دايركتلي. لكن من السايد افكتس تبعها انها هذه الاكتيفيتي از شورت اند كود ريزلت ان ا سيريس سايد افكت ويتش از ذا سيروم سيكنس أو اللي بنسميه الأنافيلاكتيك شوك أحيانا. Naturally acquired passive immunity هي المثل عليها، هي زي ما حكيت قبل شوي، هو انتقال الاميونوغلوبولينز من الأم إلى البيبي through the placenta، وهذه الاميونوغلوبولينز بتكون زي ما حكينا short term، تعطي short term immunization يعني مش 3 إلى 6 شهور. artificially احنا ممكن تكون على شكلين، من مصدر human او من animal origin. الhuman كيف نأخذ؟ إذا كان واحد إنفكشن معين زي ما شفتوا مثلاً بالكورونا، الناس المصابين كانوا ممكن يأخذوا منهم الأنتيبوديز، يعني يأخذوا السيرم بعدين يأخذوا منه أنتيبوديز، وهذه الأنتيبوديز يحقنوها بمريض ثاني حتى يساعدوه على الكورونا فيروس. هذا مصدر من مصادر أو وسيلة من وسائل الحصول على الارتفيشال اكوايرد. او الطريقه الثانيه انه نستخدم اوريجين، بندخل الفيروس او نحقن الفيروس في انيمال، وبعدين بصير في اميون ريسبونس بالانيمال وبعدين نجمع دم الربط ونعبيها انجكشن للشخص المريض. اذا عندنا مصدرين، اما حيواني واما بشري. من الادفانتج او من الديس ادفانتج للانيمال اوريجين انه الافشنسي بتكون اقل. يعني لان هاي تتذكروا في قاعده كنا حكيناها سابقا بالمايكروبيولوجي، قلنا انه في شيء بنسميه التيشو السبيشيز سبيسيفيسيتي، في سبيشيز سبيسيفيسيتي. فانت اذا تاخذ من نفس
الاكتيفيتي بتكون احسن. هيومن لهيوم احسن هيومن، اولدو الاثنين بيشتغل افشنسي بالهيومن ماتش بيتر. طيب نيجي هلا على الاكتيف اميونيتي ولا الباسيف اميونيتي. الاكتيف اميونيتي قلنا هي عباره عن دايركت اكسبوجر بتوين الاميون سيستم في مواجهه فيس تو فيس زي ما بصير بالانفكشن. نيتشرالي اكوايرد اكتيف اميونيتي هو نفس الشيء اللي بصير لما الانسان بصير عنده انفكشن. إذا بصير infection بأي infectious disease بصير في أعراض مرضية either clinical or subclinical. ممكن يكون infection مع أعراض مرضية signs and symptoms، ممكن يكون subclinical، لكن both of them will produce أو provoke stimulate the immune system to produce the immunoglobulins and other. الارتفيشيالي اكوايرد اميونيتي نختصرها باختصار هي عبارة عن استخدام either the life or the dead or part of the component of the pathogen. يعني احنا نستخدم احيانا live، live vaccine هو عبارة عن attenuated virus او بكتيريا، أو dead killed pathogen ومنحضر فاكسين، أو نأخذ جزء من الكومبوننت of the pathogen ومنحضر منه الفاكسين. معظم حالات الكومبوننت أو subunit فاكسين عبارة عن التوكسويد اللي حكينا عنه كمان بالمايكرو. قلنا التوكسويد هو عبارة عن التوكسين اللي بتفرزها البكتيريا، وهذه نعملها neutralization سمية تبعتها أو detoxification بتصير عبارة عن vaccine. إذا عندنا ثلاث أنواع أو ثلاث أشكال من artificially acquired active immunity اللي هم live, dead or components subunit. طبعا كل واحد منهم هذول الانواع الثلاثه من هذول الفاكسينز كل واحد منهم له ادفانتج وديس ادفانتج، راح نيجي عليهم ليتر بالتفصيل. اللايف فاكسين هي اذا بنطلع عليها من ناحيه الادفانتج، الادفانتج هي از ذا بيست وان من ناحيه الاكتيفيتي، من ناحيه الافشنسي از ذا بيست vaccine live vaccine. لأن ليش؟ لأنه هاي أنت بتعيش بعيش المواجهة الحقيقية، والإيميون سيستم بيكون excited حتى ينتج أكبر قدر ممكن من الأورجانيزم. ليش؟ لأنه قدامه الأورجانيزم كامل بكل استكشر تبعه، بكل التوكسويد تبعه، بالتالي بيكون الإفشنسي لللايف vaccine is there is much better than بالنسبة لل live. كمان live مش في عندنا يعني بعض زي ما حكينا advantage disadvantage باللايف vaccine. المشكلة الوحيدة اللي بنخاف منها إنه the pathogen can revert the pathogenicity، يستعيد الباثوجينيسيتي في حالة إيش؟ انه كان الشخص اللي اعطيناه هذا الفاكسين ما عنده جهاز مناعي قوي، بيكون اميون سبرست. اذا كان اميون سبرست فهذا الباثوجين احتماليه انه يستعيد الباثوجينيسيتي تبعته ويسبب مرض. يعني احنا بدل ما نعطيه فاكسين احنا كاننا نعطيه ايش؟ نعطيه باثوجين. بالنسبه للكلت
في معظم الحالات الفيروس أو الفيرال إنفكشنز بيحضرون لها كيلد فاكسين. كيلد فاكسين طيب إذا نطلع على الصورة العامة إحنا نقدر الانفكشنز ديزيزز بوسائل متعددة. أولاً الجهاز المناعي للشخص المريض أو المصاب نقدر نساعده إنه نعطيه passive immunity، يعني نعطيه ready made antibodies. وهذه الـ passive immunotherapy مشكلتها زي ما حكينا إنه ممكن المريض من anaphylactic shock، وخاصة إذا كان الانتيبوديز مشكلة أو مصدرها مصدر حيواني مش مصدر بشري. لكن في كل الحالات، وهذا اللي إذا كنتم متابعين أو كنتم يعني واعيين لموضوع الكورونا، بعض مرضى الكورونا كانوا يعطوهم الفاكسين مع الاميونوثيرابي مع الباسيف اميونيتي، يعطوهم اثنين، وهذا بيساعدهم على ايش؟ بيساعد المريض على انه to develop the immune cells، بزيد بإنتاج الاميون سيلز، بحيث انه اذا تعرض مرة ثانية للفيروس، لانه كثير من الناس انصابوا مرة ومرتين وثلاث واربعة واكثر من مرة، وهذا زي ما حكينا سببه انه هذا الفيروس او هاي الانواع من الفيروس اللي هم الRNA viruses عندهم الهاي ميوتيشن ريت، بيطوروا نفسهم بيغيروا شكلهم وبطلوا يستجيبوا لنفس الاميون سيلز او الانتيبوديز. طيب معظم الحالات الفاكسينز احنا بنحفز انتاج الانتيبوديز في معظم الحالات، وفي حالات اخرى احنا بنحفز التي سيل اميونيتي. واثنين مهمين، يعني الاميونوغلوبولينز هذه تنفعنا، تنفع المريض بالمواجهه المباشره اللي هو دايركت كيلينج اوف ذا باثوجين، بينما التي سيل اميونيتي مسؤوله عن الجانب الآخر اللي هو الدخول لداخل الماكروفاج أو تعمل كونتين للباثوجين، زي ما بيصير مثلا بالمايكوبكتيريوم توبركلوزيس. شو بيصير؟ بيصير الاميونيتي، هو تي سيلز بيحاصروا المايكوبكتيريوم توبركلوزيس، بيعمل عليها كبسول، وبالتالي بتقدرش تعمل ديسيمينيشن، ما تنتشر الا اذا صار في مشكله بالجهاز المناعي. اذا صار الاميون سيستم ضعيف، صار في اميون سبريشن، فهذه الكبسول او هذه الكونتيند كبسول بيصير لها ديسيمينيشن، تنتشر وبصير الديسيمينيتد تي طيب نيجي هلا على انواع الفاكسينز. انواع الفاكسين زي ما حكينا اولهم واهمهم اللايف فاكسين، وهذا هو اللي بيحفز الجهاز المناعي على انتاج كميه اكبر من الاميون سيلز او الانتيبوديز. الطريقه اللي نستخدمها باللايف فاكسين هي نعمل اتينيويشن، نعمل attenuation للباثوجين، بنضعف
الباثوجين، بنخليه بنحوله الى نون باثوجينيك فورم. وبالتالي لما نحقنه بالمريض، وخاصة إذا كان المريض سليم ما في عنده مشاكل بالجهاز المناعي، ما في مشكلة. المشكلة زي ما حكينا إنه إذا كان الجهاز المناعي عند المريض ضعيف، احتمالية موجودة إنه يتحول هذا الفيروس أو هذه البكتيريا إلى الباثوجينيك فورم. طبعا أهم وسيلة، في عدة وسائل إن نحول الباثوجين إلى النون فيريلنت، أهمهم السبسيكوينت باساج اللي هو إيش؟ مثلا نجيب الفيروس أو البكتيريا ها سيريال باساج، نزرعها 40 مرة 50 مرة، أوكي؟ في كل ما نعمل سب كلتشر سب كلتشر سب كلتشر، في كل مرة تفقد جزء من الباثوجينيسيتي. بعد 40 إلى 45 سب كلتشر أو باساج، هذه البكتيريا تصبح نون باثوجينيك. هذه من ناحية أو يعني مباشرة حتى ننزع في من البكتيريا. الإشي الكويس من الأدفانتج لللايف فاكسين إنه هذه الفاكسين تعمل نيو ريسبونس فور لونج تايم، ممكن تمتد إلى عشرات السنين. إذن الإفشنسي عالي، لونج تيرم، وقت بأخذ وقت طويل، بروتكشن فور لونج تايم. و ما في سايد افكتس الا المحظور الوحيد اللي حكينا انه يتحول الى باثوجين. اذا هذا النوع من الفاكسينز، يعني اذا بنطلع عليه بنقول انه هذا هو البروميسينج، هو اللي الناس لازم تستخدمه اذا كانت متاكد من النون باثوجينيسيتي تبعه. شو الادفانتج للفاكسين لللايف فاكسين؟ الادفانتج لللايف فاكسين، اولا they replicate and thus deliver sustained dose of antigen. اذا احنا بنستخدم ايش؟ بنستخدم لايف اورجانيزم، صح؟ هو مش باثوجينيك، ما مش فيريولنت، لكنه ستيل لايف، يعني كان ريبليكيت. هذا يعني ايش؟ هذا يعني انه بزيد، كل ما زاد العدد، عدد الأورجانيزمز، كل صار في ستيميليشن للإميون سيستم، معناته رد الفعل المناعي للجهاز المناعي راح يكون مية أكبر من الأنتيبوديز ومن السيل الميون سيلز. They replicate intracellular. في بعض الخلايا، بعض الباثوجينز اللي هم الانتراسيلولر ما بيقدر يوصلهم أنواع محددة من الإميون، من الإميونوغلوبيولينز ما بتصلهم، وبالتالي بحاجة سيلولار إميونيتي، بدها إشي يدخل داخل الخلية. اللايف فاكسينز عندها القدرة على إنتاج أو تدخل inside the bacterial cells، عفوا the human cells، وتعمل protection the pathogen اللي هو intracellular موجود في الخلايا. They cell site، وهذا شيء كمان ممتاز انك انت ما اذا يعني تتذكروا او تعرفوا بعض الانواع الفاكسين تنعطى مثلا اورالي، بعضها بتنعطى في الانف، اوكي؟ اذا انت في الاناتوميكال سايت اللي هو في الفيروس بيكون موجود او البكتيريا بتكون موجوده، هي هذه الاناتوميكال سايت بتكون تعرضت للفاكسين، صار في يعني قرب مكاني لإنتاج الإميونوغلوبيولينز أو الإميون سيلز. إذا في عندنا ثلاث شغلات مهمة، أولا الريبليكيشن، ثانيا انتراسيلولار ريبليكيشن داخل الخلية، وثالثا the anatomical site.
إذا وجود الأكتيف اللايف فاكسين في المكان المطلوب أو في قريب جدا من مكان الإنفكشن، هذا بيؤدي إلى سرعة أو في استجابة الجهاز المناعي لإنتاج الإميونوغلوبولينز. طيب نيجي على الاتنيويتد. الاتنيويتد اللي هي اوكي زي ما حكينا الاتنيويشن الاتنيويشن ديسبايت انه هذا صار في تضعيف للفيروس او البكتيريا، وهذه طبعا واحده من المشاكل. تجربه كثير من التجارب اللي كانت تصير واستخدموا اتنيويتد فاكسين فايرال، ثبت انه الفيروس هذا تحول الى باثوجينيك ورجع يعمل نفس الانفكشن اللي احنا من بنحاربه، وبالتالي رجعوا للكيلد فاكسين صاروا يستخدموا. بنطلع بنلاقي انه بتصير في التجارب في العالم اللايف، بتصير بعض الدول العمل باللايف فاكسين، ما بتسمح استخدام اللايف فاكسين في الكلينيكال ترايلز، بيجربوها في اماكن اخرى واذا زبطت بيطبقوها عندهم. الاتنيويتد فيروس او البكتيريا كمان ممكن يصير فيها التغيرات الجينية. يعني احنا لما نعمل باساج زي ما حكينا 40-50 مرة، صحيح احنا بنتخلص من الباثوجينيسيتي، بس كمان هذه الصب صب 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 كلتشر ممكن تؤدي الى بكتيريا تكتسب النيو وبالتالي ممكن يصير فيه تغيير جيني على السيكونس بهذا الأورغانيزم. النوع الثالث من الفاكسينز الكيلد فاكسين، هذا يعني سيف في المايز كيلد، لكن المشكلة وين؟ بالإفشنسي. صحيح ما في فاكسين ما في خطورة منه، لكنه الإفشنسي is very weak، يعتبر من الفاكسينز الضعيفة. الشغل الأخرى هذا الفاكسين بيكون الريسبونس أو البروتكشن تبعه very short، ما بيكون long زي الأكتيف. النوع الرابع اللي هو نسميه السب يونت فاكسين. السب يونت فاكسين زي ما حكينا في معظم الحالات بيكون عبارة عن توكسويد أو التوكسين اللي بتفرز البكتيريا واللي بنعمل نيوتراليزيشن أو دي توكسيفيكيشن ونستخدمه أز فاكسين. الإشي اللي لازم نحكيه بالسب يونت فاكسين، هذا بما انه الافشنسي فيه ضعيفه وما في بروتكشن فور ا لونج تايم، اذا بدنا نحفز هذا البروتكشن
يعني هاي الأنواع تحتاج تعزيز بوستر، يعني كل 5 سنين أو 10 سنين، هذا بيعتمد على بيختلف من أورجانيزم لأورجانيزم، إلى جرعة مدعمة لازم يأخذ another injection حتى يحمي نحمي المريض من الباثوجين. في شغلات يعني بيزك احنا كثير، زي ما بتعرفوا الامس بيعتمد على الكومبلكسيتي اوف ذا انتيجين، كل ما كان الانتيجين كومبلكس اكثر وملتي فيلنت كل ما كان الاميون ريسبونس اعلى. ولذلك لما نيجي نطلع على انواع المستخدم بينت فاكسين او جزء يستخدمها هي عباره عن بوليساكرايد، بيكون الاميون ريسبونس بيكون ويك، لانه البوليساكرايد از نوت ا سترونج ايلنت. بحاجه اذا ايش هذا؟ بحاجه انه هو افضل انتيجين كان ستيميوليت ذا اميون سيستم هو البروتينات المالتي فالنت. هذه بمواصفات البروتين المتعدده هي احسن وسيله للستيميليشن اوف ذا. ولذلك كل ما اذا بدنا ننتج كميه اكبر او نعمل اميون ريسبونس او اعلى نستخدم بيبتايدز راذر ذان بوليساكرايد. فاكسين هذا عبارة عن experimental ويستخدم بين كل فترة وأخرى، بيعملوا دراسة وتجارب still under يعني experiments. يجي على إشي نسميه الأدجوفنتس هي عبارة عن substance تستخدم لتحفيز أنواع مختلفة من الفاكسينز حتى تنتج immune response أعلى. يعني زي ما شفنا مثلا بالsubunit vaccine، كنا subunit vaccine ضعيفة، أوكي شو بنعمل كيف adjuvant على subunit vaccine حتى نحفز الجهاز المناعي على إنتاج. إذن هي عبارة عن محفزات adjuvants، هي عبارة عن chemicals أو structures substances can stimulate the immune system to produce a big amount of antibodies or T cells. طبعا ال live vaccine مش بحاجة من الorganisms أو من ال vaccines اللي ما بتحتاج إلى adjuvants، لأنها أصلا هي كان stimulate كل الوسائل أو الريسبتورز الموجودة في الخلية حتى تنتج immune systems immune cells، بالتالي مش بحاجة إلى adjuvants. إذن هم اللي بحاجة إلى adjuvants هم الفاكسينز اللي البروتكشن تبعهم ضعيف، اللي الاميون ريسبونس تبعهم ضعيف، هذول بحاجة إلى adjuvants. طبعا هناك انواع متعدده من الادجوفنتس، وهذه اشهرها والارم، هذه ماده بنضيفها على الفاكسين او الصبيون الفاكسين حتى تزيد من نشاط الاميون ريسبونس. نوع جديد الأجهزة اللي بنسميه المونوفوسفاليد، هذه
تم extracted from the salmonella polysaccharide, وهذه recently تعتبر one of the best adjuvants, واستخدموها وفي clinical trials وأثبتت نجاحها في نوعين من الفاكسين اللي هم الملاريا والهيومن بابيلوما فيروس. هذا الفاكسين أو هذا الأجوفنت تم استخدامه بالملاريا والهيومن بابيلوما فيروس. إذن الصب يونت فاكسين إذا نطلع عليه بنشوف إنه خيار ضعيف مش مؤثر, بالتالي إذا قدرنا ما نستخدمه نستخدم الأنواع الأخرى. إحنا بهمنا الإفشنسي, يعني أهم the best one is the active, بعدين بيجي الكيلد, بعدين بيجي sorry الاتينيويتد, بعدين بيجي الكيلد, بعدين بيجي الصب يونت فاكسين. والصب يونت فاكسين مشكلته قلنا إنه ما في حماية كافية, ما بيدخل داخل الخلية, وهذا إشي كثير مهم. زي ما شفنا إنه اللايف فاكسين بيقدر يدخل داخل الخلية, وإحنا في عنا كثير من الأورجانيزمز إنتراسيلولر بيعيشوا داخل الخلية, إنتراسيلولر باثوجينز بحاجة إنه الإميون سيلز أو الأنتيباديز تقدر توصلهم حتى نقدر نتخلص من الباثوجين هذا. طيب DNA, يعني الأنواع الجديدة من الفاكسينز زي الـ DNA كنا هذا experimental, ويعني بده دراسات, ما زال بده دراسات حتى نقدر يعني نتأكد إنه efficient. هو نظريا هو أحسن واحد DNA vaccine, very specific, very efficient نظريا, لكن experimentally it's not, تطبيقاته مش لحد الآن مش يعني confirmed. طيب schedule, شغلة مهمة بالvaccine أو الvaccination إنه زي ما بتعرفوا إنه في برنامج التطعيم اللي في جدول موجود ترجعوا له. برنامج التطعيم من مرحلة الولادة بيبدأ كل مرض إمتى الوقت المناسب لإعطاء هذا الفاكسين. هذا الجدول بيعتمد على عوامل مهم, يعني كثير مهمة, منها the clinical implication of the virus أو the infection, منها العمر, منها التارجت. إحنا عن إيش بندور قاعدين؟ ليش بدنا نعطي هذا الفاكسين لهذا الشخص حتى نحميه من إيش؟ يعني بعض الأمراض تبدأ early بالهيومن زي الهيموفيلس, زي الستريبتوكوكس نوموني, هذولا بيبدو very early, يعني ممكن بمراحل عمرية few months. إذن هذا الفاكسين أو الفاكسين لهذه النوموكوكس لازم تكون إيش؟ very early, يعني بعد عمر شهرين لازم نعطيهم الفاكسين هذا حتى نحميهم من الإصابة بهذه الأنواع من الأمراض اللي بتصيبهم مبكر. بعض الأنواع من الأمراض زي الهيومن بابيلوما فيروس مثلا, هذا الفيروس بصير او بصيب الهيومن عند مرحله البلوغ في البيوبرتي, وبذلك هذا الفاكسين للهيومن بابيلوما فاكسين لازم ينعطى عند للمريض او للشخص قبل مرحله البلوغ بوقت, يعني من الامراض اللي او من هذا المرض البابيلوما اللي بنتشر عن طريق الـ sexually transmitted disease واللي بالنهاية بيؤدي إلى
الكانسر أو سيرفايكال الكانسر. بعض المعايير الأخرى للسكيدجول اللي هي مثلا مدى انتشار المرض في الدولة هاي، يعني مثلا في الديفلوبينج كانتريز أو في الديفلوبد كانتريز اختفت كثير من الأمراض، مش بحاجة، ما بعطوش مطاعيم فيها، في مطاعيم ما بيعطوها بدول العالم الأول لأنه إراديكيتد كومبليتلي وبالتالي ما فيه فاكسين، أو تعطوها متأخرا في فترة عمرية متأخرة، بينما في developing countries دول النامية زي دولنا هذه الفاكسينز تنعطى في وقت مبكر لأنها في عندنا أمراض موجودة ما زالت موجودة عندنا ولازم نعمل protection against these infections. والعامل المهم الآخر اللي هو أحيانا بيكون في صعوبة بالحصول على التمويل، يعني القضية المالية، الدعم المالي، ما بعض الدول ما تقدر توفر المطاعيم. يعني إحنا عندنا الحمد لله عندنا برنامج وطني للمطاعيم free for everyone، كل واحد بيعيش بالأردن بحصل على المطاعيم مجانا إلا إذا كان بده يأخذ على مطاعيم خاصة مش جزء من برنامج التطعيم الوطني. طبعا هيك إحنا بنكون خلصنا الفاكسينز الجزء الأول وأنواعها. المرة الجاية نبدأ بالألرجي أو الهايبر سنسيتيفيتي أكشنز وأنواع المختلفة للهايبر سنسيتيفيتي. دكتور يعطيك العافية. السلايدز وين موجودة؟ سلايدز هذول قصدك سلايدات اليوم والمحاضرات الجاية. والله مش عارف انا اعطيتهم لحذيفه ولا لا، مش عارف، نودي لكم اياهم مش مشكله او بنرفعهم على الإيليرني. تمام دكتور اعطيك العافيه، ما في مشكله توكل. يعطيكم العافيه يا جماعه.